في موضوع آخر، تظاهر آلاف المصريين أمام مسجد عمرو بن العاص في القاهرة عقب صلاة التراويح مطالبين بالإفراج عن كاميليا شحاتة زاخر زوجة كاهن دير مواس بالمنيا، والتي تتهم الكنيسة باعتقالها أو تتهم الكنيسة باعتقالها على خلفية اعتناقها الإسلام. وجاءت المظاهرة التي طوقتها الشرطة بعد مظاهرات عديدة في المدن المصرية كان آخرها قبل يومين في الإسكندرية. ليست المرة الأولى التي يتحرك فيها الشارع المصري مدفوعا بقضية كاميليا شحاتة السيدة القبطية التي تردد أنها أسلمت وأنها الآن سجينة إحدى الأديرة بقرار من الكنيسة، لكن ما جرى ليلة القدر كان التحرك الأكثر جماهيرية والأعلى رمزية ربما. فعقب صلاة التراويح تظاهر الآلاف من المسلمين رجالا ونساء خارج مسجد عمرو بن العاص في القاهرة، وهو أقدم مسجد في مصر. احتج المتظاهرون على ما يقولون إنها عملية اختطاف تعرضت لها كاميليا من جانب الكنيسة القبطية بسبب تحولها إلى الدين الإسلامي طوعا، وطالب المحتجون الكنيسة بإخلاء سبيل المرأة وطالبوا الدولة بالتدخل. ازاي تبقى اختي مسلمة وتتحط في الكنيسة بأي سبب وعلى فرض انها مسيحية وفردة مسيحية؟ ليه يحطها جوه الكنيسة؟ هي الكنيسة دي بقت سجن ولا هي بقت معتقل ولا هي داخل دولة؟ داخل دولة فين الدولة وفين هيبتي الدولة وفين قانون الدولة وفين الحريات اللي بتقولوا عليها؟ فين الحريات؟ فين الحرية يا بطوع الحرية؟ فين الدين؟ فين حرية الدين؟ المتظاهرون رفعوا شعارات ولافتات منددة بما وصفوه بالدور السلبي للحكومة وعدم دفاعها عن حرية العقيدة، فضلا عن ترديدهم هتافات مناهضة للبابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية. كما لم يغب الأمن المصري عن المظاهرة الحاشدة إذ تدخل لتفريق المتظاهرين، فحدثت اشتباكات محدودة مع عدد منهم. وكانت القاهرة وعدة محافظات مصرية بينها الإسكندرية شهدت مظاهرات واحتجاجات مماثلة نظمها مسلمون للمطالبة بالإفراج عن كاميليا وإظهارها في وسائل الإعلام وإعطائها حريتها في اختيار أي ديانة تريد. وتعود القضية إلى شهر تموز يوليو الماضي عندما اختفت زوجة كاهن كنيسة مار جرجس في محافظة المنيا بصعيد مصر لأسابيع وباشرت أسرتها البحث عنها، وعندما طالت فترة غيابها تظاهر عشرات المسيحيين حتى اعتقلتها الشرطة التي أعلنت وقتها أن اختفائها كان لخلافات عائلية. ومنذئذ تلاحقت الأخبار عن أن المرأة اعتنقت الإسلام منذ أكثر من عام وأنها كانت في طريقها إلى الأزهر لإشهار إسلامها قبل أن يلقى عليها القبض وتسلم إلى زوجها ومن ثم إلى أسقف دير مواس الذي وضعها في أحد بيوت المغتربات بالقاهرة حيث تخضع لتأهيل نفسي على حد تعبير الكنيسة. وهذه ليست المرة الأولى التي تقدم فيها السلطات المصرية على تسليم زوجة قس بعد إسلامها إلى الكنيسة، إذ سبق أن سلمت وفاء قسطنطين زوجة أحد قساوسة محافظة البحيرة في دلتا مصر إلى الكنيسة قبل عدة سنوات، حيث ما زال مصيرها مجهولا حتى الآن رغم الدعاوى القضائية التي رفعت للكشف عن مصيرها.